السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في الجزء الثاني من السيناريو اللي راح نبنيه، وفي الأخير راح نسوي summarization أو تلخيص للشبكات هذه. لكن إحنا إيش راح نسوي الآن؟ إحنا في الجزء الأول، أو البارت الأول، خلصنا الفيلان، إنشأناها وسوينا الترنك والأكسس، شغلنا بروتوكول الفي تي بي لنقل الفيلان من الكور سويتش الى السويتش الموجود عندنا هنا. كذلك شفنا كيف الانترفيلان راوتينج بالامر اي بي راوتينج على الكور سويتش. هيكون في جزء ثاني، احنا الان في الجزء الثاني، فاذا انت الان جيت مباشره لهذا الفيديو رجاء ارجع للجزء الاول، للفيديو الذي اسبق هذا اللي هو الجزء الاول، على اساس تكون معانا وتكون في هذه المرحله. طبعا السمرزيشن هنخليها في الجزء الثالث، يعني احنا الان اضفنا جزء في الوسط هنا بعد ان ننتقل للسمرزيشن. طيب، احنا ما عندنا مشكله في البنج بين الاجهزه، هيكون مثلا 10 10 يبنج على اللي هو الجهاز العاشر على فيلان 10، كذلك الفيلان، كذلك فيلان 90، اول فيلان 100، فيلان 90 برضه راح يبنق على فيلان 90، 9 10 على فيلان 90 اللي هو الجهاز التاسع. طبعا الاعدادات هذه تقدر ترجع للجزء الاول على اساس تشوفها. طبعا الكور سويتش الان لما نقول شو اي بي راوت، لاحظ شو اي بي راوت موجود في الراوتينج تيبل بالكامل زي ما انت شايف. طيب، راح نضيف الان سيرفر، راح نضيف سيرفر على اساس نستخدمه كمحاكاه للانترنت، وراح نضيف الراوتر هنا. طبعا الراوتر اللي هنا راح نوصله ب جيجا، هكون جيجا 00 هيتوصل في ال 24 عندي هنا، كذلك جيجا 01 يتوصل في السيرفر. طبعا الشبكه اللي هنا، المفروض يكون فاير وول ونعمل عليه الناتنج، او انه راوتر ونعمل عليه الناتنج. طبعا هنا الشبكه اللي تكون هنا هنستخدم عنوان جديد، وليكن العنوان هذا احنا نحتاج منه اثنين اي بي 192 168. هناخذ شبكه جديده اللي هي مثلا احنا وصلنا لشبكه 10، خلينا على اساس نخرج من المشاكل حقت السمرزيشن فيما بعد، هناخذ 255 شبكه 255 صفر على 30، بحيث يكون فيها عنوانين 192 168 255، واحد للراوتر واثنين للكور سويتش على 104. وهنا هيكون بابليك، هيكون 200 200 200 صفر على 24. احنا موصلينه ب السيرفر مباشره، مع انه المفروض متصل ب راوتر اخر. هنا فقط سيناريو محاكاه، ما في مشكله يعني. طيب، نيجي الان للراوتر. هتاخذ له نو انيبل كونفي، هتدخل على الانترفيس جيجا 00 اللي في اتجاه الكور سويتش، وتعطيه اي بي ادرس 192 168 255 1 على 255 ثلاث مرات، فالاخير 252 لان على 30. ولا تنسى نو شت داون. اما الانترفيس اللي في اتجاه
السيرفر اللي هو انترفيس جيجا 01، ها نو شت داون برضه، ونعطيه اي بي ادريس بابليك 200 200 200، اول اي بي طبعا 255 لان احنا وضعنا على 24. ان شو اي بي الراوتر، لاحظ الراوتر هذا فقط يعرف شبكتين لا غير، الشبكه 192 198 168 255، والشبكه 200 200 200 على 24. طيب نجي الان للكور سويتش، لاحظ معي هندخل على اولا الجلوبال كونفجريشن انترفيس جيجا 1024، اعطيه اي بي ادرس 192 168 255، الاي بي الثاني طبعا السبنت ماسك يكون 255 ثلاث مرات بعدين 252. لاحظ ما راح ياخذ الاي بي، ما راح ياخذ الاي بي لان البورت هذا لاير 2 فلازم نحوله لاير 3 اساس ياخذ اي بي ادرس، فنقول له نو سويتش بورت. كلمه نو سويتش بورت الان حولته الى لاير 3، ارجع واعطيه الاي بي، الان اخذ الاي بي. لاحظ شو انترفيس ستيتس، لاحظ كلها الان على فيلان واحد تمام. طبعا هنا ترانك لكنه على فيلان واحد ما مشكله للديفولت النيتف. هنا لاحظوا معي هنا راوتد عنده اي دي. السويتش الان يقدر يبنق على 192 168 255 واحد. طب هل يقدر يبنق على 200 200 200 واحد؟ لا ما يقدر ابنك. لانه اساسا هو ما يعرف شو اي بي راوت، شو اي بي راوت، هو ما يعرف الشبكه 200 200 ما هي عنده في الراوتنج تيبل ولا عنده ديفولت جيت واي. وتعال الان هي فرصتنا ان نضع الديفولت جيت واي، احنا من الاشياء اللي احنا مخططين لها ان نضع ديفولت جيت واي، فتعال نضع الديفولت جيت واي على الكور سويتش. في اي بي راوت او الديفولت راوت اقصد، نضع الديفولت راوت اي بي ديفولت راوت 4 اصفار 4 اصفار سبنت ماسك، وكذلك راح يا اما انك تضع الاي بي ادرس للراوتر جيجا 00 او تضع الانترفيس جيجا 1024 كلهم صحيح. نقول جيجا 1024. طيب كذا نقول ان شو اي بي راوت، لاحظ صار عندي ستاتيك راوت اللي هو عباره عن ديفولت راوت. هنجرب البينج، لاحظ رد عليه. طيب بالنسبة للسيرفر، طيب نذهب الآن إلى السيرفر أو نعطيه اي بي ادرس اللي هو 200 200 200، هنعطيه مثلا برضو 200 السبنت ماسك اللي هو 200 200 201 اساس الكور سويتش. طيب لاحظ السيرفيسز الاتش تي تي بي او الانترنت خدمه الويب مفعله اون اون، خلاص كده ما يحتاج وعنده اي بي.
ممكن ايش ان نبنج عليه من هنا بنج 200 200 200 200. طيب نبنج عليه من الكور سويتش لاحظ لما بنقنا عليه من الكور سويتش رد، هل الكور سويتش يعرف الشبكة 200 تو اي بي راوت؟ لا، لكنه ايه اللي حصل؟ لما بنقنا على 200 200 200 200 ارسلها مع الديفولت جيت واي الى الراوتر، الراوتر تو اي بي راوت، شوف هنا الراوتر بيعرف الشبكة 200 ولما ردت عليه تمام السورس كان جاي من الشبكه 192 168 255، فرد عليه على كذا البنج كمل بشكل صحيح. نجي الان نستخدم كلمه سورس اذا كانت موجوده، لا ما هي موجوده في الباك تريسر. طيب اذا ما هي موجوده راح نبنج من اي جهاز من الاجهزه هنا، وليكن الجهاز هذا بنج على 200، لاحظ نبنق الآن على 200 200 200 ما راح يبنق لأنه أساساً السورس هنا 192 168 1، فالراوتر ما يعرف السورس، ما عنده شبكة 192 168 1. طيب احنا عملنا الآن الديفولت راوت هنا، نيجي الآن لعمل الناتينج. لما نيجي نسوي الناتنج جميل، لما نيجي نسوي الناتنج نحتاج اكسس ليست، يكون اكسس ليست للشبكات اللي هنا. طيب نيجي نبدا بالاكسس ليست، في اي بي اكسس ليست ستاندر نسميها ACL NAT داش NAT. لاحظ ممكن اني ابدا بسيكونس نمبر، ولو ما بديت بسيكونس نمبر هتكون اول عباره عباره عن رقم 10 بعدين 20 بعدين 30. خلينا نبدا بالسيكونس نمبر، مثلا العباره الاولى بدون سيكونس نمبر اللي راح اعطيها 10 بيرمت 192 168 1 0، يطلب من الوايلد كارد اللي هو عكس السبنت ماسك 3 اصفار بعد ال 255 255 3 مرات، لانك انت ايش تسوي؟ هتنقص 255 من قيمه الاوكتيت، يعني 255 ناقص 255 صفر، الاخير كان صفر في السبنت ماسك، اذا 255 ناقص صفر 255. طيب هذه الشبكه الاولى سوينا لها بيرمت، هتاخذ السيكونس نمبر رقم 10. لو اعطيناه الشبكه الثانيه هياخذ رقم 20، لكن اذا تبغاها 15 مثلا او رقم اخر هتكتب السيكونس نمبر هنا، مثلا هتكتب 15 بعدين هتكتب بيرميت 192 168 الشبكه 2 والسبنت ما والوايلد كارد هذا هو. طبعا الشبكة 3 هنخلي السيكونس نمبر لها 20. بتقول ليش ما خليته 16؟ هذا يعني على اساس انه مستقبلا لو بضيف بينهم عبارة او ستيتمنت تقدر تضيف، يعني معك 16 17 18 19 تقدر تضيف فيهم. تقدر تكمل الان لكل الشبكات كل واحده تسوي لها اكسس ليست او تسوي لها ستيتمنت تحت الاكسس ليست هذه، والسبب ان ما بعد سوانا سمرايزيشن او تلخيص فراح نتعب بالشكل التالي. هنا نقول 25. طيب الشبكه 5 بنعطيه 5، هنشيل السيكونس نمبر هنشوف كيف يكمل سيكونس نمبر من عنده بعدين.
هذه الشبكة 5، الشبكة 6، الشبكة 7. لو في البارت الأخير لما نعمل السمرايزيشن راح تشوف سهولة الأكسس ليست. تحتاج عبارة واحدة للأكسس ليست بدل إيش تضع 10 شبكات. خلينا نشوف الأكسس ليست، شو أي بي أكسس ليست. لاحظ 10 15 20 25، بعدين هو كمل، يعني هو ذكي شوي كمل بنفس التسلسل، لا هو زود 10، يعني ما كمل بنفس التسلسل، لأن كانت وقفنا عند 25 فما أضاف 30، أضاف 10، اللي هو عنده يعني الخطوة الواحدة يضيف 10. فإحنا كنا هنا نضع سيكونس بأنفسنا، الأولى هو وضعها، الثانية إحنا وضعناها، والثالثة والرابعة، الخامسة أضاف 10 للي قبلها. هذا السيكونس نمبر، وهذا الستيتمنت 10 شبكات موجودة تحت الـ ACL. نجي للناتنج الآن، هنسوي ناتنج فروم سي، هنسوي ناتنج من الشبكات اللي هنا اللي سوينا لها بيرمت، نسوي لها ناتنج على الانترفيس جيجا 01 أو العنوان تبعه IP NAT. هنقول له انسايد سورس ليست، وتضع اسم الاكس ليست بعد كلمة ليست اللي هي اي سي ال نات سميناها. وبعد كده راح تحدد، احنا ما سوينا بول للديستنيشن لكن هنستخدم الانترفيس جيجا 01. طبعا لاحظ هنستخدم كلمة overload على أساس نستخدم ميزة الباتنج، بحيث أنه الـ IP تبع جيجا 01 هو عبارة عن 200 200 200 201 بعدين 1 في الأخير، فكل الناتنج يتحول ل 200 200 201، لكن كل مرة مع بورت، مع كل اتصال ما يعطيه بورت نمبر مختلف. سوان الان الناتنج. في خطوه مهمه الان، لازم تحدد الناتنج من وين راي، من وين جاي، ومن ايه الان والاوت. الان هيكون من جهه الشبكه الانسايد، والاوت يكون للخارج هنا. يعني الجيجا 00 هنا هيكون ان. انترفيس جيجا 00 اي بي نات انسايد. وجيجا 01 اي بي نات اوتسايد. شو اي بي اكسس ليست، لاحظ لسه ما في ماتش لان لسه ما استخدمت. شو اي بي نات ستاتكس، لاحظ الاحصائيه ما فيها اي ارقام لسه. طيب شو اي بي نات ترانزليشن، لسه ما صار شيء. نيجي الان هنبنك، نشوف ايش اللي يحصل. طيب بامكاننا ننتقل الان للراوتر، نشوف الاكسس ليست. استخدم الاكسس ليست معناته حاول يسوي نات، نات ترانزليشن. اوكي في نات ترانزليشن الان، في نات ترانزليشن زي ما انت شايف فعلا. نعم بس ليه ما في بينج؟ هو سوى ترانزليشن لكن ايش المشكله؟ المشكله طيب المشكله هو ايش اللي حصل بالضبط الان معانا على اساس يكون واضح جدا؟ اللي حصل انه لما جاء الاتصال هنا طلع بالديفولت راوت، لما جاء هنا الاتصال جاي من 192.168.1.10 اللي هو الجهاز هذا،
سوى له ترانزليشن ل 200 200 201 اللي هو هنا. راح للسيرفر، لما رجع للسيرفر رد على السيرفر، رد على 200 200 201 وبورت نمبر معاه. بعدين الترانزليشن ردوا الى اصله اللي هو 192 168 واحد، شبكه واحد، لكن الراوتر ما يعرف الشبكه واحد، وهنا الاشكاليه اللي حصلت معنا وما رجع البنج. يعني كل شيء سليم الا البنج انه ما رجع. طيب فكيف نحل المشكله هذه؟ انت تحتاج انك تسوي راوت، تسوي راوت لشبكاتك، لانك ما انت مسوي لها سمرايزيشن، تسوي لها راوت واحد وواحد. يعني تجي هنا لاحظ شو اي بي راوت، انه ما موجود الشبكه 192 168 واحد عشان يرد عليها، فتسوي ستاتيك راوت. وهنا في البارت هذا قلنا برضه راح نتعلم شيء اسمه ستاتيك راوت. اي بي راوت تحدد الشبكه 192 168 1 0. تحدد طبعا الديستنيشن لها، هنا اللي هو الماسك الديستنيشن، معليش هي تعتبر ديستنيشن الان، لان راح هتخرج مع جيجا 00. اوكي ما عليك من الرساله هذه، لكن خلاص جيجا 00 يعني الشبكه الان هي يعرفها الان. لو اخذنا لوشو اي بي راوت، لاحظ عند الشبكة هيحصل ترانزليشن في الراوتر. خلينا ناخذ الاي بي هذا على اساس ايش؟ نستخدمه في. طيب لاحظ وصل للسيرفر، حتى لو جينا هنا نفعلنا الويب، لاحظ وصلنا للسيرفر الان. طيب الجهاز اللي هنا ليه ما يصل للويب؟ خلينا نروح للويب مباشره. ليه ما يصل ولا يبنق على ال 200 200 200؟ شايف ما يعني. لانه اساسا هو الترانزليشن اوكي، هل صار الترانزليشن؟ هنشوف. شوف الترانزليشن اوكي. حصل ترانزليشن للشبكه واحد والشبكه اثنين. شوف الشبكه اثنين حصل ترانزليشن. لكن ما يقدر يرد عليها الراوتر، لانه لو قلنا شو اي بي راوت ما عنده الشبكه اثنين. هتضيفها. لانك ما انت مسوي سمرايزيشن الى الان لشبكاتك، هتضيفها على شكل ستاتيك راوت. شبكة اثنين. وكذلك الآن روح أضيف الشبكة ثلاثة والشبكة أربعة. أي شبكة تضيفها راح يرد عليها. بس لاحظ الآن إنه بدأ يكبر إيش عندك. طيب شوف الآن هنا شبكة أربعة ضفناها، يبنق هنا وكذلك إيش؟ نشوف الإيش اللي ترد. نعطي مرة ثانية، بس نعطي فرصة. نعم هذه الشبكة أربعة، لأنه لو جينا هنا أوكي. نعطيه فرصة على اساس يسوي الارض. الان هنا نشوف في ال اي بي راوت شبكة اربعة ضفناها نحن. طب خلينا نسوي بنج على اساس يجهز الارض. بنج نجرب من ثلاثة بنج.
طيب احنا جربنا من اثنين، ما عنده مشكلة. اثنين، ثلاثة. طب معناته في ترابل شوتنج هنا الآن، لازم نسويه، نسويه مع بعض الآن. احنا على اساس نعمل الترابل شوتنج، لو جينا لو للراوتر قلنا شو اي بي اكس لس، اساسا هو ما جاء اتصال، يعني حتى الشبكه ثلاثه واربعه وخمسه اللي جربنا منهم ما جاء اي كونكشن منهم. فنرجع نبدا من الجهاز نفسه، نشوف اول شيء جهاز اثنين. جهاز اثنين كان سليم الامر معاه، شايف الايديات كلها ممتازه. نبدا من الايديات، لاحظ هنا عندي مشكلة في الديفولت راوت. أنا أبدأ الآن أضبط الديفولت راوت، وهنا أيوه الديفولت راوت أنا مخليه 10. الديفولت راوت المفروض واحد لكل جهاز. هنا الديفولت راوت أوكي صحيح، وهنا الديفولت راوت صحيح، وهنا الديفولت راوت غير صحيح، وهنا الديفولت راوت صحيح، وهنا الديفولت راوت اوكي، هنا الديفولت راوت صحيح، وعشرة صحيح لان بنقل عليه. اذا معناته كذا انحلت المشكله. فلاحظ البنج راح يبنق، وحتى لو اخذنا الاي بي هذا وضعناه للانترنت راح يبنق، راح برضه يرد عليه. اوكي تعال هنا، جميل. لكن تعال الشبكة 10 وشوف ايش يحصل معانا. ما رد لانها سوالها ترانزليشن، حتى لما نجينا هنا سوالها ترانزليشن لانه قرنها بالاكسس ليست، سوالها ترانزليشن. شوف الشبكة 10 لكن ما عنده راوت، شو اي دي راوت، ما عنده راوت يرجعها. فلازم نسوي للشبكه 10 راوت. طبعا حتى 5 و6 و7 و8 و9 ما عندهم راوت، فكون في فقط هذا اللي بقي ان نسوي الراوت بشكل سريع للباقيين على اساس يرد عليهم. هذا 5 وهنا 6 وهنا 7 وهنا 8 وهنا 9 وأخيرا 10. لاحظ. طب انت تقول ليش سويت كل الاستاتيك؟ لاني لسه ما اشتغلت معاكم على السمرزيشن، هذا في الجزء الثالث بعد الفيديو هذا مباشره في البارت 3. تعال الان شوف 10، الجهاز 10 الان اوكي. لما نقول له كل الأجهزة الآن تقدر تصل للسيرفر بعمل الناتنج، ولاحظ استخدمنا اكسس ليست لنستخدمها في الناتنج. طيب البارت 3، في البارت 2 تدربنا على الاكسس ليست وعلى الناتنج وعلى الديفولت راوت وعلى الستاتيك راوت. طيب السمرزيشن في البارت 3 ايش راح نتدرب عليه؟ راح نتدرب كيف نسوي راوت واحد بدل العشرة شبكات اللي هنا، بحيث انه هنا لما نجي هذا المفروض نكتب راوت واحد، هذا واحد. الشيء الثاني كذلك من فوائد السمرزيشن بالنسبه للسيناريو حقنا، لما نقول شو رن هنا، لاحظ بدل 10 اكسس ليست 10 ستيتمنت في الاكسس ليست الواحده، انا عندي بدل 10 اي بي راوت ستاتيك انا اضع راوت واحد اللي هو الملخص او السمرزيشن، وبدل 10 ستيتمنت تحت الاكسس ليست هنا انا اضع ستيتمنت واحده تحت الاكسس ليست اللي هي عباره عن التلخيص او سمرزيشن لهذه الشبكات. وهذا ان شاء الله راح نطبقه في الجزء الثالث. الى هنا نتوقف ونشوفكم في
الفيديو القادم اللي هو الجزء الثالث لهذا السيناريو.